السلام عليكم، معكم أخوكم محمد طيخ. اليوم راح أتكلم عن طريقة تفريق الكرومة. طريقة جدا سهلة، وايد من المصورين يتوهق إذا يشتغل بفوتوشوب عنده نفس اللي شايفين الشعر شي شوية مشبك، فيحتار ما يعرف شنو يسوي. الطريقة وايد سهلة، في كذا طريقة. ما أتكلم عن واحدة من الطرق اللي هي استخدام إريزر، عفوا باكراوند إريزر تول. ببساطة أول شيء راح نسوي دوبليكيت لاير بالطريقة، أوكي، فصار عندي لايرين، أوكي. راح أحط باكراوند بين اللايرين، ف هاخذ هذا الباك جراوند، سوي له سيلكت اول كوماند اي، بعدين كوماند سي حق ال كوبي. اللي عنده ويندوز يقدر يستخدم ده الكوماند كنترول. اروح حق الصورة اللي انا بيها، اضغط كوماند في وحط الصورة مثل ما شايفين. حجم الصورة وايد كبير فأصغره، أسوي فري ترانسفورم. الطريقة بسيطة، سوري، طريقة بسيطة إن أنا أسوي كوماند تي فيسوي لي فري ترانسفورم، شيفت أساس إنه يحافظ على الأبعاد، أصغر حجم، أوكي، أضغط. حاليا اسحب الباك جراوند واخليه بالنص زي ما شايفين، اسد نطلع الصورة اللي فوق عندي، اضغط عليها، اروح حق الايريزر تول، اضغط عليه مدة، فاحصل 3 اوامر او 3، عفوا 3 انواع من الايريزر، اختار منهم اللي بالنص باك جراوند ايريزر تول. بعدها اختار الخيار اللي بالنص من هالقائمة، اوكي، واختار نسبة تختلف طبعا من صورة لصورة، فممكن تجربون يعني على سبيل المثال لو نبلش من 100 ما شايفين شلنا وايد، افترضنا نبلش مثلا 35 او 30. صغر شوية البرش ونبلش. اوكي، شلنا الباك جراوند الاخضر، لكن للحين في اخضر حوالين الشعر، فممكن نشيله بس طريقة. اوكي، بس قاعد اشوف شوية اخضر فقاعد اشيله بريزر تور. اوكي، الحين راح اعيد نفس الخطوة، راح امشي على الاخضر المتبقي لانه هو تقريبا الدرجة الثانية من الاخضر اللي احنا مشينا عليه مساء، عشان كذي ما نشال معانا، فنضغط عليه ونشيله بالطريقة. اوكي، الحين احنا تقريبا شلنا اللون الاخضر كله، لكن عندنا لون ما شايفين رمادي، فهم نفس الطريقة مرة ثالثة، راح نضغط على اللون الرمادي ونمشي. بس مثل ما انتم شايفين النسبة اللي احنا حاطينها 35 وايد كبيرة، ف راح نطق كوماند زي، نرجع نقلل النسبة، خليها مثلا 15%، نجرب وايد قليلة، هنخليها على 20%.
هزيده شوية هم 25%. اوكي معقولة، نمشي بهاي الطريقة. أنا هني مثل ما انتم شايفين أخطأت ومشيت على البدلة، فما في مشكلة راح نعدله، بس إنه احنا ناخذ فكرة الحين. اوكي الحين تقريبا سوينا سلكت، عفوا سوينا تفريغ كامل حق الشعر. اللي راح نسويه نأشر على الصورة، نطق كوماند بالماك أو كنترول في الويندوز، راح نسوي لي سلكشن، اختار الصورة اللي تحت اللاير واضغط على الماسك، الأمر اللي هني راح يعطيني ماسك هني. الحين هذه الصورة ما راح احتاجها، فممكن اطفي العين عنها. اوكي اسحب هذه الصورة، انقلها فوق بين صورتين، راح يطلع لي خط احطه بس عندي كذي. اوكي الحين اللي راح نسويه تأشر على الماسك مع ضغط على ال Alt، فراح تحول معانا الصورة مثل ما شايفين هذا الشكل، يبين معانا هني المنطقة ان فيها background اخضر ما شلناه بهالمنطقة، فراح ننظفه عن طريق استخدام البرش. اوكي نختار من نورمال، قائمة نورمال هني نختار اوفرلاي. اوكي اذا كان اللون اسود واحنا مختارين اوفرلاي فراح ينظف لنا بس الابيض، يشيله يخلي بس اسود زي ما شايفين، فما حاتنا والله يمشي على الابيض ولا لا، ما راح يمشي. اوكي اذا قربت من الشعر اختار نسبة قليلة، خلينا نفترض 10 أو 15 بالطريقة، او هم في طريقة ثانية هنا اوريكم اياها. بالنسبة لي انا اخطأت مساح وشلت شوية من البدلة، فراح احول اللون الى ابيض وامشي بالطريقة على البدلة. نزيد النسبة 100%، سكر البرش شوية. اوكي اماكن فراغات اللي هني بالشعر اللي انا ادري انه ما له داعي انه تنشال، فقاعد اظللها بالطريقة. هذه الطريقة. الحين اللي راح أسويه إن راح أحول هنا، أتأكد إن اللون أسود. أوكي وراح أضغط Alt على الماسك نفسه، فراح يرد لي الصورة مثل ما تشايفين. أحط هنا الـ Opacity قيمة قليلة، أوكي نبتدأ 35 أو 20 يعني بهالحدود. اوكي خليت على 30، كبرت البرش، راح امشي بهالطريقة لين اخلي الشغلات اللي مو مرغوب فيها تختفي بهالطريقة. اوكي الحين اللي راح نسويه ان راح اروح حق فلتر بلر جوزن بلر. اوكي هني راح انعم الاطراف مالت الحواف مالت الماسك نفسه، اسوي له فيذر بسيط عن طريق البلر، ف راح احط نسبة تقريبا 1 أو أقل من 1 على حسب حجم الصورة. انا هني اتوقع يكفي 0.5 كافي حق الفيذر، لان الشعر نفسه مو ما يصير حاد يعني بهالطريقة، عرفت شلون؟ فلازم نسوي له فذر شوية. هذا درسنا اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم وتعلمتوا
إن شاء الله نشوفكم بدروس ثانية، يعطيكم العافية شباب.